أما بالنسبة للمسجد الحرام فباتفاق يسمى حرما، لأن الله أولا حرم دخول الكافرين أو غير المسلمين إليه، مثل ما قال الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. السبب الثاني أنه يحرم صيده ويعني عرض أو قطع شجره، ولذلك سمي حراما. أما المسجد النبوي هل يصح يسمى حرم؟ الجواب نعم، يسمى حرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين عير إلى ثور حرم. عير وثور جبلان في شمال المدينة وجنوبها، فما بينهما يعني حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمدينة حرم ولها حدود طبعا لهذا الحرم، والمسجد النبوي الشريف داخل في هذا الحرم، ولذلك يصح أن يقال الحرم النبوي أو الحرم المدني أيضا يصح هذا. وهذا سبب تسمية الحرم بهذا الاسم.